بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم الدروس المصورة لمادة إدارة الأعمال الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني. عنوان درس اليوم: مراجعة على الوحدة الخامسة، الأوراق المالية والبورصة. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أولاً تثبيت المعارف والمفاهيم التي اكتسبها بالأوراق المالية والبورصة، ثانياً بناء صورة ذهنية عامة عن موضوعات الأوراق المالية والبورصة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين العبارات الآتية. أي من القطاعات الآتية تنتمي إليها شركة أريد قطر بالبورصة؟ الإجابة: قطاع الاتصالات. أي من الشركات الآتية ليست من شركات الوساطة بالبورصة القطرية؟ الإجابة: شركة الميرا. هي شركات تقوم بدور الوسيط بين المستثمرين والبورصة، وتقوم بتلقي الأوامر من المستثمرين بالبيع أو الشراء وتنفيذها في البورصة، ولا يمكن أن تستثمر في البورصة إلا من خلال هذه الشركات. الإجابة: شركات الوساطة. عند تحقيق الأرباح، فإن حق الأولوية في الحصول على توزيعات الأرباح يكون حسب الترتيب. نعم، الإجابة: لحامل السند، ثم حامل السهم الممتاز، ثم حامل السهم العادي. أخيراً، ما هي السندات التي تصدر مقابل مبلغ نقدي يقدمه مالك السند؟ نعم، السندات النقدية. ننتقل إلى السؤال الثاني: أجب بكلمة صح أو خطأ على كل من العبارات الآتية. بورصة الأوراق المالية تعمل على تنظيم تداول الأسهم والسندات. الإجابة صحيحة. تصنف البنوك القطرية المساهمة في البورصة ضمن قطاع الصناعات. الإجابة خاطئة، ولكنها ضمن قطاع البنوك. تطرح الأوراق المالية للمرة الأولى في السوق الثانية. الإجابة خاطئة، ولكنها تطرح في السوق الأولية. يرمز إلى الأسهم المرتفعة عند التداول باللون الأخضر على شاشة بث أسعار الأسهم. الإجابة صحيحة. يجوز استمرار الشركات المساهمة في العمل بعد إشهار إعلان إفلاسها. الإجابة خاطئة، ولكنها تشطب بعد إعلان الإفلاس. تشكيل اللجان الفرعية للبورصة من مهام موظفي البورصة. إجابة خاطئة، ولكنها من مهام مجلس إدارة البورصة. تعتبر الأسهم والسندات من مصادر تمويل المشروعات طويلة الأجل. إجابة صحيحة. من غير الضروري تكوين سلطة تأديبية على العاملين بالبورصة وأعضائها. إجابة خاطئة، ولكنها من الضروري وجود سلطة تأديبية على العاملين. يعتبر مالك السهم شريكاً يتقاضى أرباحاً عن حصته في رأس مال الشركة المساهمة العامة. إجابة صحيحة. أخيراً، عند تحقيق الأرباح، فإن حق الأولوية في الحصول على توزيعات الأرباح يكون لحامل السند، ثم حامل السهم العادي، ثم حامل السهم الممتاز. الإجابة خاطئة، ولكنها لحامل السند، ثم حامل السهم الممتاز، ثم حامل السهم العادي. ننتقل إلى السؤال الثالث: أكمل الفراغات الآتية بإجابات مناسبة. أولاً، تصنف مصادر تمويل المشروعات إلى مصادر طويلة الأجل وقصيرة الأجل. يتم تصنيف الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة. ثالثاً، يعتبر مالك السهم شريكاً يتقاضى أرباحاً عن حصته في رأس مال الشركة المساهمة. رابعاً،
يمكن للمساهم مالك السهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المساهمة بمسؤوليات محدودة. خامساً، لحامل السند الحق في الحصول على فائدة ثابتة محددة عند توقيع عقد القرض. سادساً، حاملو الأسهم الممتازة ليس لديهم الحق في التصويت لعضوية الشركة المساهمة. سابعاً، يتم تقسيم السندات إلى سندات نقدية وسندات عينية. ثامناً، شركات الوساطة المالية هي شركات تقوم بدور الوسيط بين المستثمرين والبورصة. تاسعاً، مصطلح التداول يقصد به بيع وشراء الأوراق المالية الأسهم والسندات. أخيراً، من أمثلة الشركات القطرية المساهمة الموجودة في سوق الدوحة الأوراق المالية في قطاع الاتصالات شركة أوريدو. نستكمل السؤال الثالث من خلال الشكل التالي، أكمل الفراغات. أمامك عزيزي الطالب جدول بث أسعار الأسهم لبعض الشركات، أجب على هذه الفراغات. أولاً، من الشركات التي ارتفع سعر السهم عن سعر إقفال الأمس؟ نعم، كيو إن بي والمصرف. ونذكر أن إشارة أو علامة السهم إلى أعلى باللون الأخضر تشير إلى ارتفاع سعر السهم عن سعر إقفال الأمس. ثانياً، من الشركات التي انخفض سعر السهم عن سعر إقفال الأمس؟ الإجابة بنك الدوحة والخليجي. ونذكر أن إشارة السهم الأحمر إلى أسفل تشير إلى انخفاض سعر السهم. ثالثاً، من الشركات التي لم يتغير سعر السهم عن سعر إقفال الأمس صندوق الريان، ونعلم أن الإشارة باللون البرتقالي تشير إلى ثبات سعر السهم عن سعر إقفال الأمس. السؤال الرابع، صنف الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية بقطر حسب القطاعات. أمامك عزيزي الطالب بعض الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية، حاول تصنيف هذه الشركات حسب القطاعات بالجدول الذي أمامك، ثم قارن إجابتك بهذه الإجابة. بنك قطر الوطني، نعم، قطاع البنوك والخدمات المالية. شركة ودام، قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. قطر للوقود، قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. بنك الدوحة، قطاع البنوك والخدمات المالية. مصنع الإسمنت، قطاع الصناعات. الميرة، قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. التحويلية، قطاع الصناعات. صناعات قطر، قطاع الصناعات. البنك التجاري، قطاع البنوك والخدمات المالية. نتابع السؤال الرابع، أي هذه الشركات تقبل في الإدراج بالبورصة؟ ونذكر عزيزي الطالب أن شروط إدراج الشركات في البورصة ألا يقل رأس المال المكتتب عن 40 مليون ريال، وعدد المساهمين لا يقل عن 30 مساهم، ونسبة الأسهم القابلة للتداول لا تقل عن 20%. أولاً، شركة مساهمة جاري ترخيصها ورأس مالها 30 مليون ريال قطري، وعدد المساهمين 40 مساهم. الإجابة لا تدرج، والسبب أن رأس المال يقل عن 40 مليون ريال. ثانيا، شركة مساهمة مرخصة من قبل وزارة الأعمال والتجارة، وعدد المساهمين 25 مساهم، و25% من أسهمها قابلة للتداول. الإجابة لا تدرج، والسبب أن عدد المساهمين يقل عن 30 مساهم.
ثالثا شركة مساهمة مرخصة رأس مالها 20 مليون ريال، عدد المساهمين 40 مساهم، و20% من أسهمها قابلة للتداول. الإجابة لا تدرج، والسبب أن رأس المال يقل عن 40 مليون ريال. رابعا شركة مرخصة عدد المساهمين 35 مساهم، رأس مالها 50 مليون ريال، و25% من أسهمها قابلة للتداول. الإجابة تدرج لأنها تتوفر فيها جميع الشروط. ننتقل إلى السؤال الخامس، عرف كل مما يأتي. عرف سوق الأوراق المالية، الاكتتاب، شركات الوساطة. سوق الأوراق المالية هي سوق تتم فيه عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات وفق قواعد معينة يلتزم بها جميع العاملين بالبورصة من أعضاء البورصة والسماسرة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين، بالإضافة إلى اللجان التي شكلت داخل البورصة. الاكتتاب هو عملية يتم بواسطتها جمع المتبقي من رأس مال الشركة المساهمة الجديدة من الأفراد المساهمين، وتسمى اكتتاب المؤسسين، ويكون قبل تشغيل الشركة وقبل إدراجها في سوق الأوراق المالية البورصة، ويكون في نسبة معينة من رأس المال. شركات الوساطة هي شركات تقوم بدور الوسيط بين المستثمرين والبورصة، وتقوم بتلقي الأوامر من المستثمرين بالبيع أو الشراء وتنفيذها في البورصة، فلا يمكنك أن تستثمر في البورصة إلا من خلال تلك الشركات المالية. ننتقل إلى السؤال السادس، أجب على الأسئلة الآتية. أذكر 5 من العوامل المؤثرة على ارتفاع وانخفاض أسعار الأوراق المالية. الإجابة أولا شدة الطلب وتراخيها على الأوراق المالية، ثانيا قلة الأوراق المالية المعروضة أو كثرتها، ثالثا قوة المركز المالي للشركات سنويا، رابعا ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة في البنوك، خامسا مقدار الضمان بالنسبة للسندات وفوائدها. ما أهم أعمال شركات الوساطة المالية؟ أولا شراء وبيع الأوراق المالية لحساب العملاء، ثانيا قبول الأوراق المالية بصفة أمانة وبصفة تأمين، ثالثا تحصيل كوبونات الأوراق المالية، رابعا استهلاك السندات والتأمين عليها. عدد أهم متطلبات عضو شركات الوساطة في البورصة. أولا أن توقع اتفاقية العضوية مع البورصة، ثانيا أن تلتزم بتطبيق القانون والقواعد والضوابط الداخلية، ثالثا أن تكون شركة خدمات مالية، رابعا أن يكون موظفوها مؤهلين ومتمرسين بشكل كاف لإدارة الأعمال. عدد أمثلة على أشهر الشركات الوسيطة في بورصة قطر. أولا المجموعة للأوراق المالية، ثانيا دلالة للوساطة، ثالثا شركة قطر للأوراق المالية، رابعا وساطة للأوراق المالية. إلى هنا أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم والدروس المصورة، مع أطيب التمنيات لكم جميعا بالنجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.